تسير والكلاب تنبح. هذه هي الداعشية السياسية، لأن فعلا إلى نشتقيف إحنا اللي خصنا نقولوا ليها القافلة تسير والكلاب تنبح، إحنا اللي خصنا نقولوها ليه. وغادي نرجع لهذه القضية ديالو، غادي نرجع ليه. إحنا سنسير، قافلة الإصلاح ستسير، قافلة التشبث بالثوابت والدفاع عنها إلى النهاية ستسير، هي اللي غادي تسير إن شاء الله، ولكن بتعاون الجميع، ولكن بتعاون الجميع، اليد في اليد،